نذهب الآن إلى رام الله، حيث ينضم إلينا من هناك السيد عماد أبو عواد، مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية. سيد عماد، أهلا بك على شاشة الغد. كيف قرأتم ما أقر الكنيسة به بشأن قانونين لحظر عمل الأونروا في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل وقطع العلاقات معها؟ وما الغاية والهدف برأيكم من هذا القرار، ولماذا الآن؟ التحية لك لجمهور مشاهدي شاشة الغد. دعني أبدأ بالغاية والهدف. الحقيقة بأنه بالنسبة لإسرائيل وجود قضية اللاجئين دائما على سطح النقاش في الأروقة الدولية، وكذلك وجود المخيم الفلسطيني ووجود كل ما يعبر عن حالة اللجوء الفلسطيني هو بالنسبة لإسرائيل مزعج، بالتالي هي تحاول قدر الإمكان القضاء على هذه القضية بكل ما أوتيت من قوة. وبالمناسبة قد حاولت ذلك مرارا وتكرارا بعد توقيع اتفاق أوسلو، عندما عرضت على الرئيس الراحل ياسر عرفات أن يتم هدم المخيمات، وتم هذا العرض بطبيعة الحال من خلال بعض الأروقة الدولية، وأن يتم بناء مدن وأن يتم نقل اللاجئين إلى مناطق أكثر تحضرا وفق رأيهم في ذلك الوقت، لكن تم الرفض من أبو عمار رحمه الله لأسباب مفهومة، بأنه وجود المخيم الفلسطيني ووجود حالة اللجوء حاضرة دائما هي أكبر دليل أولا على النكبة الفلسطينية، ثانيا أكبر محفز لهذا الفلسطيني من أجل العمل من أجل العودة. الأمر الآخر، لماذا تسعى إسرائيل في هذه اللحظات؟ لأنه عمليا هناك تغييب لهذه القضية اليوم من قبل الكثير من المؤسسات الدولية، ودعني أقول إسرائيل تستغل الأحداث الأكبر في اتجاه تمرير السياسات الأصغر، بمعنى العالم منشغل في مفاوضاتها فيما يتعلق بالملف اللبناني، فيما يتعلق بالملف الإيراني، خشية الولايات المتحدة الأمريكية من وجود تصعيد أكبر، تريد تمرير الانتخابات بهدوء. كل ذلك دفع إسرائيل إلى المزيد من العمل الداخلي باتجاه محاولة فرض رؤيتها فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الداخلي. الأمر الثالث، عمليا هذه المنظمة التي تقدم معونات للفلسطينيين بشكل مستمر، تقويض عملها في ظل الظروف الراهنة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة على الفلسطينيين أينما تواجدوا وأينما حلوا، بالتأكيد سيكون له انعكاسات سلبية على الفلسطينيين وانعكاسات إيجابية على الإسرائيليين. ودعني أقول بأنه هذا القرار في هذا التوقيت تحديدا، في ظل رغبة إسرائيل السيطرة على قطاع غزة، إعادة الاستيطان في أجزاء منها، أو على الأقل السيطرة المدنية لفترة ما والعسكرية ما في قطاع غزة، هذا يشي بشكل أو بآخر بأنها معنية بالقضاء على أي وجود للأونروا التي كانت متنفسا بالحد الأدنى للكثير من الفلسطينيين فيما يتعلق بسبل حياتهم، فيما يتعلق بتوفير التعليم في بعض الأحيان، فيما يتعلق بتوفير العلاج وما شابه من هذا القبيل. والأمر الأخير والأهم برأيي بأنه إسرائيل تتعاطى اليوم مع المؤسسات الدولية بالمجمل على أنها مؤسسات عدائية، ودعنا نذكر بأنه قبل سنوات من الآن اتخذت الحكومة بنيامين نتنياهو مجموعة من الإجراءات ضد ما يعرف بمؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات القانون الدولي، لأن هذه الحكومات المتعاقبة اليمينية المتطرفة تؤمن بأن الكل يعادي إسرائيل وبأن على إسرائيل معاداة الجميع، فإما أن تكون إسرائيلي بالكامل، هكذا يفكر نتنياهو وإيتمار بن كبير وبتسلائل سموتريتش، وتتوافق مع السياسات الإسرائيلية بشكل تام وبشكل كامل، وإلا فأنت عدو كامل لإسرائيل كسياسة بوش، إما معنا أو ضدنا، وهذا ما تقوم به إسرائيل حاليا. طيب عظيم، لماذا لا تأبه يا سيد عماد إسرائيل للمواقف الدولية؟ لماذا لا تأبه إسرائيل لأن تكون قد اخترقت بهكذا قوانين المواثيق الدولية؟ لأن إسرائيل بطبيعة الحال ما يؤثر فيها هو العمل على الأرض وليس الشجب والإدانة والاستنكار والتعبير عن الحزن والتعبير عن المواقف المتضامنة مع الفلسطينيين والمواقف المعارضة للسياسة الإسرائيلية. ما يهم إسرائيل هو الموقف على الأرض. هل انعكس هذا الموقف سلبا على إسرائيل؟ هل كان لهذه المواقف تأثير على إسرائيل من خلال اتخاذ بعض القرارات ضدها في مجلس الأمن؟ هل توقف الدعم الأمريكي والدعم الغربي الكبير لإسرائيل فيما يتعلق بالسلاح وإمدادها بالسلاح؟ هل تغير الموقف الأمريكي والغربي عموماً من إسرائيل فيما يتعلق بالحروب التي تشنها في المنطقة؟ هل قامت بعض الدول برفع الكرت الأحمر في وجه إسرائيل فيما يتعلق بسلوكها في قطاع غزة، فيما يتعلق بسلوكها في لبنان، وحتى جموحها في اتجاه إيران؟ هل قامت
الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رغباتها كما تقول بإيقاف الحرب في غزة من خلال بالفعل تجسيد ذلك على أرض الواقع وحرمان إسرائيل من المعونات المالية والعسكرية، كل ذلك لم يتحقق. وبالتالي كل ما تقوم به الأروقة الدولية المختلفة من شجب وإدانة واستنكار لم ينعكس سلبا على هذه الدولة، وبالتالي هي مستمرة. حتى مسألة الشجب والاستنكار في كثير من الأحيان يتم التراجع عنها. ماكرون قبل أسبوعين هاجم إسرائيل، اتصال هاتفي بينه وبنيامين نتنياهو، شبه قدم اعتذاره لنتنياهو وعاد خطوات إلى الوراء فيما يتعلق بالقضايا التي كان يناقشها. من هنا هذه الحكومة اليمينية المتطرفة تؤمن إيمانا تاما بأنه إسرائيل فوق القانون، إسرائيل تمتلك قوة خارقة لا يمكن التعاطي معها، وبأن الموضوع والإدانة الدولية غير مهم، وبالتالي هي مستمرة في برنامج عملها. وهذا بالمناسبة تغير في وجه دولة إسرائيل. يعني إسرائيل تاريخيا كانت تهتم بالمواقف الدولية، وكانت تهتم بالشرعية الدولية كما يقال، وكانت تهتم ب يعني دعني أقول الرأي العالمي المرتبط بإسرائيل والنظرة لإسرائيل. لكن هذا التيار ينتهي في إسرائيل، تيار الصهيونية الليبرالية، هذا التيار الناعم الذي يستوطن بنعومة ويصادر أرض الفلسطينيين بنعومة ويخاطب العالم نوعا ما بديباجة مقبولة، انتهى اليوم. التيار الموجود يقول صراحة لكل العالم لا مكان للفلسطيني هنا، نريد طرد الفلسطينيين، نريد قتل الفلسطينيين، نريد قتل أطفال الفلسطينيين كما يقول جيورا آيلاند. هذا التيار بات يسيطر وبات يمتلك أغلبية، وبات دعني أقول يعني بشكل أو بآخر يعتبر أن هذا السلوك هو سلوك إلهي، سلوك توراتي أيديولوجي، بالتالي يعني الله أو الرب سيقوم بحمايتهم جراء هذا السلوك ولن يتأثروا بفعل وجود انتقادات وشجب هنا وشجب هناك. وصل الأمور ببعض يعني الأعضاء هذه الحكومة كبتسلائيل سموتكش وإيتمار بن كبير التقليل من الدور الأمريكي والتقليل من الدعم الأمريكي، واعتبار أن ذلك يعني غير مجدي وغير نافع، وأن على إسرائيل أن تتعاطى مع يعني الولايات المتحدة الأمريكية الند بالند والرأس بالرأس. وبالتالي نحن أمام مشهد يعني يتغير في داخل الدولة العبرية، يغير وجه هذه الدولة. وبرأيي أن هذا الصدام الذي سيحدث قريبا ما بين إسرائيل وما بين المؤسسات الدولية المختلفة تنبأ به بن غوريون عام 1956، وعندما قال وأشار بأنه أحد أهم شرايين بقاء إسرائيل بقاء العلاقة الجيدة مع كافة المؤسسات والأروقة الدولية. هذا الأمر بالتأكيد بات ينقطع كما نرى، وباعتقادي سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على دولة الاحتلال. ولكن ما مصير الأونروا سيد عماد الآن في قطاع غزة برأيكم؟ ليس في قطاع غزة فحسب، كذلك في الضفة الغربية نحن نتحدث عن وجود يعني فعالية كبيرة للأونروا، كذلك في يعني القدس الشرقية أو شرقي القدس هناك أيضا فعالية لمنظمة الأونروا جيدة فيما يتعلق بتقديم الخدمات للفلسطينيين. وبالتالي أنا أرى بأن إسرائيل ستبدأ بالتضييق شيئا فشيئا على هذه المؤسسة، أولا من خلال تقليد مواردها المالية في الداخل الفلسطيني داخل حدود فلسطين التاريخية، ثانيا بالبدء بالعمل على ملاحقة الأشخاص الذين يعملون في الأونروا والبدء بتجريمهم، واعتبار بأنهم شخصيات يعني تعمل مع ربما في المستقبل واسمها بأنها منظمة إرهابية، ثالثا البدء بتأسيس مرحلة اقتحام ويعني شرعنة العمل ضد المؤسسات على الأرض من خلال إغلاق أبواب بعض المؤسسات، من خلال ربما مصادرة ممتلكاتها، من خلال مصادرة الأراضي التي تتبع لهذه المنظمة. وبالتالي نحن نتحدث حقيقة عن كارثة ستحل يعني بالفلسطينيين بالإضافة إلى الكوارث التي تحل بهم في قطاع غزة، لأنه عمليا الأونروا حقيقة في قطاع غزة مثلت ولو بالحدود الدنيا متنفسا لغالبية عظمى من الغزيين الذين في غالبيتهم لاجئين لجأوا عام 1948. وبالتالي العمل ضد هذه المؤسسة بهذا الشكل سيفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، سيؤدي إلى المزيد من الضغط على السكان الفلسطينيين، وربما هذا يعني جزء هو من مشروع الضغط وما يعرف بالتهجير الناعم الذي يريد بنيامين نتنياهو تأسيسه في قطاع غزة بشكل أو بآخر، لأنه حكومة بنيامين نتنياهو باتت تؤمن بشكل واضح بأنه يجب تقليص مساحة غزة ويجب تقليل عدد الغزيين في قطاع غزة إلى الحدود البعيدة. إلى الآن هناك ضغط عسكري كبير، وهناك يعني إبادة جماعية، وهناك تضييق في كل منحنيات الحياة بما في ذلك ما يحدث مؤخرا مع الأونروا، وبالتالي تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة تمهيدا لما يعرف بالتهجير الناعم غدا يربي